أهلا بكم متابعينا متابعي اليوم السابع من هنا وتحديدا من قرية الكولة التابعة لمركز أخميم. نحن اليوم في قصة جديدة من قصصنا اللي احنا عودناكم عليها، قصة سيدة كما يقال عليها هي مش بمئة راجل، لا بألف راجل. هذه السيدة تحدت كل المحن والصعاب لتربية أولادها رغم الظروف الصعبة القاسية والمكان الذي تعيش فيه. علشان ما نتكلمش كتير خلينا نروح للسيدة اللي هي خاص بها الموضوع، تكلمنا وتحدثنا عن نفسها. اتعرف بيك يا حاجة شادي محمد علي. حاجة شادي، ايه قصتك؟ انا قصتي معي التلات عيال دول، رافض في سنة تانى اعدادة بتاعدة ازهر، والسيد في سنة تالتة برضو ازهر، دي ما قدمتلوش السنة دي، المفروض كنت قدمتلي. تمام، قدمني ان شاء الله السنة الجاية. ايه المشكلة يا حاجة معاكي؟ والله المشكلة سعادتك ان انا يعني عشت على كده، فقلت عشان ما حدش عايز حد رحت برضه جبت قرض وجبت العربية دي. جبت قرض منين؟ من البنك ولا من الجمعية؟ شركة التنمية. تمام. وبرضه جبت العربية دي ورحت لواحد في ولاد الشيخ اجيب هدوم، رحت له قلت له تديني هدوم وابيعها واجيب لك يعني فلوسي، قال لي ماشي. جبت منه هدوم وبقيتها اجيب وابيع انا ولدي يطلع من الازهر. هو حضرتك بتسوق العربيه؟ اه انا اسوقها ودي اسوقها. تعلمت السواقه فين وازاي؟ انا تعلمت السواقه من زمان، يعني قعدت الطش وكده وتعلمت. يعني ما حدش علمك مع نفسك؟ لا تعلمت وحدي. تعلمت مع نفسك؟ يعني انت تحديتي نفسك وتحديت الصعاب. يعني مع يعني احنا بنشوف ست في البندر بتسوق عربيه في المدينه، لكن دي اول مره نشوف ست. اول واحده تسوق في الكولة انا في القريه، يعني انت السيده الوحيده اللي في القريه اللي بتسوق عربيه. ايوه، واللي اطلع ابيع هدوم. العربيه دي جبتيها ازاي؟ الاول جبت قرض ورحت جبتها من واحد اسمه يوسف الميكانيك، رحت جبتها وبقيت برضه اخبط. ومطلع رخصه باسمك وكده؟ لا رخصه مطلعش باسمي، لكن العربيه لها رخصه. العربيه لها رخصه، يعني انت دلوقتي محتاجه كمان انك انت تطلع رخصه. رخصه من الكوثر. من الكوثر. اه قالوا لي لما عايز عشان تطلع بره على الطريق لازم يكون معاك رخصه. فبتضطري تسوقي وسط القرى والاماكن اللي موجوده حواليك عشان عشان ما اطلعش على الجسر. طيب تعالي كده نتحرك ونشوف كده انت بتتعاملي ازاي مع العربيه هي العربية دي الأول موديل كام ولا ما تعرفيش؟ لا 25. يعني دي موديل سنة كام؟ 75. موديل 1975. أي. طب اتفضلي كده ورينا بتشغليها ازاي؟ دي مش بتدوريها بمفتاح، انت كمان عامله لها كوبري. الظروف. العربية يعني حالتها صعبة، ولا مرايات ولا أي حاجة، يعني كده أنت ماشية بالبركة. والعفشة بتاعتها بايظة. والعفشة بتاعتها بايظة عشان بيترس معاكي الدركسيون في الحركة. أنت بتحملي فيها البضاعة بتاعتك اللي هي موجودة ورا دي. وبتطلعي تلفي بيها ومعاكي الولاد التلاتة؟ لا معايا السيد يطلع من الأزهر، أروح أجيبهم ويتغدى ويكتب. يعني أنت بتروحي تجيبيهم من المدرسة كمان؟ الصبح بالعربيه. اوديهم الصبح واطلع اشوف رزقي، وانا ويدي الظهر اروح لهم الازهر، اجيبهم نيجي نتغدى واسيب اخواتي الصغيرين في البيت ونطلع لهم نيجي العشي المغرب زي ما يدروا. انا عرفت انك علمتي ابنك كمان السواقه، علمتيه ليه؟
علمت السواقة عشان يسوق معايا، عشان كان هنا عيب اني مرة تسوق عربية. ده في البداية في الأول خالص. قدرت تتقبلي أو تقنع الناس إزاي إنك أنت تسوقي كواحدة ست بجلبية وشال في القرى في الصعيد؟ سوقت العربية كانت الناس كلها تضحك علي يقولوا لك إيه تسوق عربية. قلت اللي عاوزنيش أسوق وأطلع يجيب وكيلنا أنا وعيالي. رحت برضو بديك اتحمل كل واحد يضحك علي شوية من الناس. كان ايه اصعب المواقف اللي جابلتك يعني ايه الحاجات؟ ان الغرابات يشوفون انا سايق العربية ويقولوا لي لا ما تسوقيش وتعمليش، لغاية ما قلت لهم هدول اكل واشرب وعلموا عيالي وانا ما سوقش. طب معلش هو سؤال تاني، هو جوز حضرتك فين؟ والله جوز محبوس. طب ايه في ايه؟ واخد واحدة قبلي ومطلقها ويصرفش على عيالها في نفقة، واخد 6 أشهر و50 جنيه غرامة على الكهرباء، سرقة الكهرباء. 6 شهور في محضر كهرباء. أيوة. طب انتوا ليه ما وصلتوش كهرباء بالطريقة القانونية؟ ما حدش راضي يوصلنا كهرباء، كل اللي نروح يقول لك لا ما فيش عمدان هتوصلكم. ليه ايه السبب؟ يقولوا لي الشارع دي ما فيش عمدان توصل. ورحت شبكة الكهرباء بتاعت خميم، ورحت شبكة كهرباء سوهاج عشان يجيبوا لنا كهرباء ولا يركبوها لنا، ما حدش سألني. طب انت عايزه مثلا تبعتي رساله للمحافظ تقولوا له ايه بحكم ان هو المسؤول عنك دلوقتي؟ يا ريت يوصل لي كهرباء، يا ريت، ان انا ما كنتش عايز اسرق كهرباء لدرجه ان جوزي يتحبس في الكهرباء، بس ما حدش سال فيني. والشوارع كلها عمدان، شوارع مسكناش فيها ناس كلها عمدان، واحنا في ناس ادينا قاعدين ما حدش سال. البيت ده ملكك ولا املاك دوله؟ ايوه بتاعنا. عملت عليه تصالح وكده؟ لا، رحت نزلته في الأملاك، راحوا قالوا لي يوم واحد في شهر واحد تيجي تدفعي فلوس ويدوك إيصال وتنزلي. ليه حضرتك اخترتي الدراسة الأزهرية لأولادك؟ لأن الأزهر كويس وعيعلم في الدين والقرآن، وأنا متمسكة بالأزهر. ما يقولوا لي أمان لنا غربة في المدرسة، أقول لهم لا تعلموا في الأزهر أحسن، لأن الأزهر كويس هيعلم دين وقرآن وكويس الأزهر، يعني بيساعد العيل إن هو يكون صالح. أيوة يعلموه يكون صالح. أيوة. ويخدم بلده ويخدم مجتمعه ويكون عنده. أيوة. وازع ديني بيحب البلد. صح. من خلال حبه للدين. أيوة. وعندهم مصاحف ويقروا فيها، ولما يجوا هنا البيت أقول لهم اقروا لي سورة القريعة ويعني يقروا لي شوية قرآن يعني حلوين، أقول لهم لما أنتوا تقروا قرآن تبقوا كويسين، يقروا زي كده ويحفظوهم هناك في الأزهر، هيحفظوهم أكتر حاجة القرآن. فعشان كده أنت حبيت الدراسة في الأزهر وحبيت أنهم مصممة أنهم يكملوا دراستهم في الأزهر؟ إن شاء الله في الأزهر، إن شاء الله يطلعوا منه إن شاء الله على السنة وعلى طول إن شاء الله. ده المكان اللي أنت مجهزاه للبيع وكده؟ بس السقف هنا نازل هابط عن السقف، عايز يطير. تمام. الحتة ده اللي نعبيته حتى الباب كله جايب بالاخر. ده باقي البيت من غير سقف من غير اي حاجه. ايوه. هنا المطبخ. بتاع المطبخ. امسك الكلب. بتاع المطبخ بتاعك. حتى السقف بتاعه برضه هذا. حتى البدايات بايظ، جيت اركب الانبوبه لقيت منظم بايظ. يعني الحمد لله. ما يعني انت اتحديتي الظروف وتحديتي كل الصعاب عشان تطلعي بعيالك لبر الامان. ايوه. نفسك ان هم يكملوا تعليمهم وان هم يتعالجوا صح ويعيشوا صح. ايوه صح صح. انا ابيع واشتري عشان خاطرهم هم. عشان يبقوا حاجه بكره، ما حدش يضحك عليهم وما يحتاجوش حاجه. يعني انا ما نفسي، انا هتبقى نفسي في الحاجه ما ارضاش اجيبها، اجيبها لهم هم، عاوزاهم هم، عشان ما حدش بكره وبعد يقول لهم انتوا النهارده ناقصكم حاجه. قلت ابيع واشتري، لدرجه ان انا لما جبت العربيه وسكتها وقعدت تلطش عليها وتتخبط مني، الناس كانت تضحك علي يقولوا كيه تبيعي وكيه تسوقي. قلت يا عم اللي ما عاوزنيش ابيع واشتري يجيب لي عيالي تاكل، انا عيالي داي محتاج ونفسي ان يتعلموا. عارف ليش انا ما اتعلماش؟ انا لو متعلمي ما كنتش بقيت كده، لكن انا عايز عيالي ده بكره وبعده يبقوا حاجه، يتعلموا ويقرا ويكتبوا، يبقوا حاجه في بكره وبعده في الدنيا دي. انا ما اكرهش فيش واحده عايزه عيلها تحصل له اي حاجه. انا معايا الواد دي لما يتعب، يعني عندك صورته هنا، كل ما يتكلم يقول له روح اعمل لي اشاعه، اقول له ماشي هروح.
وشال شال المراره. لكن المشروع ده يعني انت فخور انك انت عملت المشروع ده. ايوه انا ابيع واشتري بشرف وكرامتي. لما جبت ابيع واشتري قلت ابيع واشتري احسن. بس برضو يعني ما عمليش حاجة، اروح اجيبهم صبر ولا ابيعهم اروح اوديهم، يعني ما مفرش حاجة لدرجة ان الديون كترت علي. العيلة دي عاوزة، لما اودي العيلة الدكتورة قال الحاجة 300-400 جنيه ما تكفيكش، ولو في الليل واحنا في حتة مقطوعة هتاخد عربية ما ترضاش بال 200 جنيه. بص يا ريت يا ريت حد يبصني من الجامعات اللي هتعمل البيوت دي، يعملوا لنا البيت بتاعنا زي ما عملوا للناس، ما حدش متلفت لنا خالص. عيشتنا اللي احنا فيها دي احنا يعني مدفونين، ما حدش قصصنا. عبحر ويعملوا البيت للعيال. انت فخوره باللي انت بتعمليه يعني. ده اكيد. يعني فخوره بتفتخري وسط الناس انك انت بتحمي نفسك وحميتي اولادك، وان في ظل غياب جوزك للظروف اللي هو فيها، لان انت ست بألف راجل يعني عايشه زي ما بيقولوا كاي مرأة صعيديه بشرفك وكرامتك وسط الناس. ما هزلكيش اي ساكن ان الناس اللي بتعلق وبتقول كلام مش كويس انك انت اللي يخلي واحده ست في قريه لابسه جلابيه وحاطه طرحه على راسها تسوق عربيه، يعني ده كان الشيء الغريب اللي موجود في الله. ايوه الناس كلها بقت تقول كده. لا واقول لك يا استاذ اقسم بالله. يعني ده الناس كانت بتقول. كنت بتتقبل المواقف دي ازاي يعني؟ عادي، كنت ساعات ادنجر، ساعات امسك ولدي اقول له طب خد سوق انت مطرحي، لدرجه ولدي قال لي اما اتبطل مني العربيه بقيت اضرب فيه، لغايه ما في مره سنت اتخلعت على الدركسون بتاع العربيه. عنده كام سنه؟ عنده 9 سنين. يعني 9 سنين وعلمتيه السواقه. لما لقيتي الناس بتنتقدك والناس بتوجه لك اللوم. ايوه. وتعلم برضه وبيسوق وبيساعدك. ايوه بالصلاه على النبي عليه. انا عرفت كمان انك تصحي الصبح توديهم المدرسه ومصر انهم يروحوا المدرسه. الساعه 7 الصبح اصحى واحط لهم يفطر والشطفه واحطهم على العربيه ونطلع اوديهم الازهر، وبعد كده انزلهم ياخدوا مصاريفهم واطلع انا اشوف رزقي. يدن الظهر اجي البيت هنا اعمل لهم غدي واخد الواد دي يسوق معايا العربيه ودول يقعدوا. ليه اخترت التعليم الازهري يكون لاولادك؟ عشان قران. عشان يعني غير المدارس العاديه، عايزاهم يتعلموا طب في الدين والقران عشان يطلعوا صالحين في المجتمع. ايوه. دي الحاجات اللي انت بتبيعيها للاهالي هنا. عبارة عن هدوم بيتي وهدوم خروج وكلام من ده. مكسبك في القصة دي كبير ولا ضعيف؟ لا انا في الحتة 5 جنيه في العباية. في العباية. وفي الحاجة العلة الصغيرة 3 جنيه 2 جنيه. بس اكتر من كده عفوش. رجل برضو في انتوا بتشتروا منها يا عم الحاج في القريه هنا؟ يعني انت من اهل القريه؟ اهل القريه. بتساعدوا الست دي، وده اللي انتوا شايفينه اللي هو عملته افضل من ان هي تاخد فلوس من الناس؟ لا، هي اشرف من الشرف، هتبيع الحاجات اللي هي عشان تصرف على عيالها الثلاثه. يعني هي 2 جنيه في الحته، يعني احنا برضو كنا كالقريه ضعيفي لا شغل ولا اي حاجه، فهنساعده على قد ما نقدر مع بعض، افضل من ما احنا نمد ايدنا. يعني احنا لما نساعده مع بعض، هي تساعد بحاجه ودي تساعد بحاجه، وهي يوم ما تجيب لها 100 جنيه 50 جنيه ادي ثلاثه دي ما قادرينش يعلموه. يعني انا عمري ما حاجه شادي. يعني انا شايفك انك بتقولي انك انت جايبه قرض 7000 من ناحيه وقرض تاني 2000 من ناحيه. ايه اللي انت عايزاه؟ بتوجهي رسالتك لمين؟ اللي عاوزاه اني عاوزه حد يساعدنا انا وعيالي. يعني بدل المشروع ده ما انت واخداه بالقرض، حد يساعدك ان المشروع ده يكون ملكك وراس المال ده يكون ملكك تنطلق وتبتدي بيه المشروع بتاعك. ايوه عاوزه كده. انت بتسددي كام كل شهر؟ ادفع في الشهر 865 جنيه في شركه التنميه، وادفع كل الاسبوع 240 جنيه لشركه ثانيه هنا في الكول ليها فرع في خميس. شغاله فيها واحده اسمها بخيتي. بتوجهي رسالتك لمين في المسؤولين في سوهاج؟ المحافظ. بتقولي له ايه؟
اقول له بصينا وترعانا، اقول له احنا ظروفني يعني ما ترضيش حد، بصين الناس وشايبين الناس احنا ما لقينش، وانا لو مش محتاج انا وعيالي مش هناجده ومش هطلب منه ان هو يبصني ولا يجي يشوف الحالة اللي احنا فيها. انت بتاخدي حاجة من تكفل الكرامة قلتي لي؟ اقبض 320 جنيه. دول بيقضوكي و ده يكفوش لي على المصاريف في الازهر، ولا اجيب كتب ولا كراريس ولا قلم، ولا لو عيل تعب. انا معايا الواد دي لي اكتر من شهر يقول بطني وجعاني هنا في صورتي، ويقول له روح اكشفي لي اشاعي، واقول له طيب بكره بعد بكره بعد، واعمل له كمون وايسون وكده، وما قدراش الصراحه ان انا اوديه.